بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حلقاتنا في برنامجنا أقلام عالمية للحديث عن ما تتناوله المنابر العالمية والصحف والمواقع والمجلات حول وطن ليبيا في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن. تحدثنا في الحلقة السابقة عن منطوق حكمين تقريبا، حكم الشاب أخو اللي فجر نفسه في مانشستر، والثاني عن محمد الإمام الذي اعتقل في أمريكا. تحدثنا عن ماذا نخرج من هذه القضيتين. نذكر أن هناك قضايا قانون أو دولة القانون. في دولة القانون، بالرغم من حجم الجرائم التي ارتكبها اثنين هذوم، لكن كانوا دائما يدعوا بمستر والسيد، ولهم محامي واستئناف واحترام وما إليه. بينما نحن ما يفترض أصحاب القيم والرسالة العالمية الخالدة التي جاءت للعالمين بالعدل والأمن والأمان والعدل، نعامل في بعضنا البعض فيما دون معاملة الحيوانات، حتى الموتى نسميهم بالجيف حفظكم الله، وصفات ونعوت لبعضنا البعض ما أنزل الله بها من سلطان لا يقبلها حتى الكافر للكافر والموحد للموحد. هذا عدو مارس ما مارس من جرائم ضد هذه البلدان أمريكا وبريطانيا، ومع ذلك في الصحف وفي المحاكم يتناولون به بكلمة السيد تسبق اسمه، أيضا مرة أخرى محامي واستئناف، وأيضا احتجاج حتى على الحكم. حتى وزارة العدل الأمريكية كانت تريد مؤبد لمحمد الإمام، لم تتحصل عليه، لكنها خلاص رضت بحكم المحكمة اللي هو كان تقريبا 19 سنة ونص. تلك الدول بنت هذا التقدم على احترام الإنسان كإنسان كبشر، احترام عقله، احترام حقوقه، اعتبرته هو السيادة، هو الأساس، هو الأصل. وهذا على فكرة من صلب معتقداتنا في الإسلام الكريم. ما يحدث خارج دولها من معاداة الآخرين وسلبيات الغرب كثيرة جدا، لكن أيضا إيجابياتها كثيرة، والمؤمن كيس فطن أينما يجد الحكمة عليه أن يقتنصها ويستخدمها لمصلحة وطنه ونفسه وأهله وأسرته. هناك صور إيجابية كثيرة في الغرب، نأخذها ولا نركز فقط على السلبية، نركز على السلبية، نتعامل مع السلبيات، نتحدث على السلبيات، نستنكر السلبيات، لكن في نفس الوقت نستفيد من تلك الإيجابيات ونضعها مثل هذا. فقط لماذا أحضرنا وركزنا على هذا المنطقين، بالإضافة إلى أن نستنكر طبعا الجرائم في حد ذاتها جريمة كبيرة جدا لا علاقة لها بالإسلام. تأخذ قنبلة وتفجر روحك في بني أدمين، سواء كفار ملاحدة، ما هيش حرب، هذه ليست حرب وأمر لا يقر به الإسلام. قتلت البري وقتلت الطفل وقتلت المرأة، وما شباب كانوا يسمعوا في أغنية مع وحدة تغني مثلا، أو أنك أنت تأخذ طيارة تهدم بها عمارات، أو أنك أنت تجي في سوق تعزق فيه قنبلة تقتل الناس، ثم تدير كل هذا باسم رسالة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رسالة القيم، رسالة الإسلام، باسم الإسلام تقطع في رؤوس وحدين كيف داعش مثلا، باسم الإسلام تحرق إنسان والله تذبح والله وإليه، جرائم لا يرضاها الإسلام ولا ترضاها أي الأدن، وإن رضوها قوم آخرون نحن لا 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 نقلدهم في هذا الأمر، لا نقلدهم في هذا الأمر، نستنكر عليهم جرائمهم لكننا لا نقلدهم في أفعالهم. قام الإسلام على العلم والحضارة، قام الإسلام على في الخلافة الإسلامية كل هالعلوم من الجبر والدورة الدموية، أنتم أدرى بالاكتشافات العلمية التي قامت في صدر الحضارة الإسلامية. الإسلام علم، حضارة، رقي، معاملة راقية للإنسان، علاقتنا بالشعوب الأخرى علاقة دعوة، أن تدعيهم إلى الإسلام مش تقتلهم وتذبحهم وتفشخهم وتدعي عليهم في المنابر ونهارهم أحرف وعطينا صباياهم وسباياهم لك 100 سنة تدعي كل يوم، هم يتقدموا كل يوم نحن نتزاد وتأخر بالرغم من دعاك، لأن الدعاء لم يلقى، لأنك أنت لا تعمل أنت نفسك. نافسهم بأدواتهم، تقدم، دير حاجة علمية، اكتشف، ابني، تقدم، تحضر، شارك في المجتمع العلمي، شارك في الإيجابيات، في حقوق الإنسان، في اكتشافات الطب، في الأدوية، شاركهم نفسهم في هذا الأمر ستسود. لكن هكذا دون عمل ودون إنتاج، مجرد نظرة عداوة،
هذا أمر ليل. أيضا اللي قتل فيهم ولا تفجر فيهم هذوم احتمال منهم من معك يتعاطف معك في قضاياك السياسية. في ناس الآن مظاهرات عديدة جدا في العالم غير الإسلامي ضد ما يحدث للفلسطينيين، في مظاهرات ضد حرب العراق، قامت ضد قصف ليبيا في 86. هناك أينما تذهب في الشعوب هناك اللي معك أيضا يتعاطف معك ومع قضاياك دون أن تسمع بي ولا تحس بي. الذكاء أن تبحث عن هذه الإيجابيات وأن تبني جسر مع هؤلاء الناس، لأن حتى نصل إلى مرحلة تعامل الشعوب مع بعضها البعض، تعامل الإنسانية وتعامل الرقي. أيضا نقطة أخرى، يعني في قضايانا اللي غطيناها، متى تصنف الفاغنر كمنظمة إرهابية؟ متى تصنف المرتزقة لما يجيب لك 1000 مرتزقة سوداني؟ هذه منظمة إرهابية، والحكومة تصنف إنها حكومة تدعم الإرهاب. يعني نحن سمعنا عن حكومات كثيرة جدا تدعم الإرهاب لكن عمرها لا أرسلت أحد يقتل حتى ذبانة، وصنفت هذه مدعمة للإرهاب. شنو دليلكم على أنها مدعمة للإرهاب؟ ما فيش دليل. احتمال نشرات، احتمال توجهات سياسية، احتمال آراء، احتمال توجهات للحكومة وقراراتها، بناء على ذلك صنفوا فيها دولة مدعمة للإرهاب. لكن الدولة كيف مصر اللي ترسل لك قوات مسلحة تدخل لك وتذبح لك وتقتل لك لا تصنف كدولة مدعمة للإرهاب. السودان راسل لي 1000 واحد مش عارف يقول لك أمن ونحرس ما نحرس. لا أتحدث عن الذين خدعوا بالإمارات وأهليهم كما ذكرنا في الحلقة السابقة، أهليهم احتجوا بارك الله فيهم. لما تأتي الأمور في يد الشعوب سهلة نتفاهم، نعبر عن طموحات بعضنا البعض كشعوب. أتحدث على هذه الأنظمة ترسل لك 1000 تشادي الليبي يقاتلوا، إذن هذا النظام مدعم للإرهاب، وهذه المجموعة اللي جاءت ليبيا لابد أن تصنف كمنظمة إرهابية. روسيا تبعث لك الفاغنر يقتلوا فيك ويفشقوا في عباد الله سواء في أوكرانيا ولا في سوريا ولا في ليبيا، هذه منظمة إرهابية جاءت لتفرض واقع سياسي بالقوة، مش هذا تعريف الإرهاب متاعكم؟ لماذا لا تصنف هذه المنظمات كمنظمات إرهابية؟ لما تصنف منظمات إرهابية ستعامل من قبل مجلس الأمن والدول والمجتمع الدولي بطريقة مغايرة تمنحها من أن تذهب إلى شعوب أخرى. ماذا عن المستقبل؟ ماذا بعد سنة سنتين؟ سيل فاغنر هذا حتاخذ شنطيها ودبشها ومدرعاتها وتمشي انظر وين في دولة أخرى تبدأ تفشخ وتقتل. هذا شيء متوقع في المستقبل، ولذلك المجتمع الدولي حتى يكون مجتمع دولي ومجلس الأمن حتى يكون مجلس أمن صحيح عليك أن تتخذ القرار الصحيحة وأن تشخص القضايا الشعوب تشخيص موضوعي لتصل إلى الحل، مش كيف قضية ليبيا تشخيص بعيد عن الواقع وبالتالي الحلول تأتي عرجة وغير صحيحة ولا تحل المشكلة كما يحدث في ليبيا على سبيل المثال. وبالتالي نحن نستغرب ونستهجن ونطالب وسنصر على أن تصنف هذه، وإلا أي منظمة أخرى مش إرهابية. إيش معنى تسموا في داعش إرهابية؟ إيش معنى تسموا في القاعدة إرهابية مثلاً؟ سمعنا فاغنر ما هيش إرهابية؟ لما يعم العدل حتى في الخطاب السياسي ويعم العدل في خطاب المجتمع الدولي يحصل السلام والأمن والأمان والاطمئنان بين الناس. لكن تجيني تكلي بمكيالين نقعد أنا ما عنديش فيك ثقة، تنقض جذور الثقة بيني وبينك كمجتمع دولي أو كمجلس أمن أو كأمم متحدة أو ما إليه. لا بد أن تصنف، هناك معايير معينة، من يتحصل على هذه المعايير يعتبر إرهابي على سبيل المثال، كائن من كان مهما كان خلفيته، إسلامي غير إسلامي، علماني أحمر أصفر برتقالي، المهم أنت تمارس 1 2 3 4 أنت إرهابي وتطبق على الجميع. هنا الشعوب تقترب من بعضها البعض وتبنى جذور الثقة بين الناس وتتحسن العلاقات. أما بهذه الطريقة اللي نرى فيها اليوم فهو كيل بمكيالين يعمق من الأزمات في العالم. أيضا على حكومة الوفاق ألا تعتمد على الشرعية فقط، حكومة الوفاق دائما جاء أن شرعيتنا في عدة مقالات في أقلام عالمية أن نحن الحكومة الشرعية، نحن الحكومة الشرعية، وحتى الدول الداعم فيها تقول نحن ندعم الحكومة الشرعية. على حكومة الوفاق أن تضيف إلى قوتها قوة أخرى، يعني لا تعتمدي على الشرعية هذه، لأن الشرعية هذه جاءت باجتماعات من بعثة الأمم المتحدة، قد تنتهي باجتماعات هنا والله هناك والله مجلس الأمن والله بعد أيام والله بعد سنة يقولك لا والله الشرعية خلاص تو مش عندك عند وحدين تنين، لأن مش الشعب مش نحن اللي جبناها. وبالتالي حتى تخرج حكومة الوفاق من هذا المأزق حط يدك في دين الثوار، في دين 17 فبراير، في دين بركان الغضب. شن يبوا هؤلاء الناس الآن؟ يبوا وزير دفاع، ديري لهم وزير دفاع. أنت تحالفي مع الشعب مع الداخل، ركزي نفسك مع الشعب داخل ليبيا ما يستطيعش اجتماعي حولك.
شاء الله مجلس الامن انتم خايفين من جنيف، جنيف يهز شويه حكم الوفاق او يهز الصخيرات. لماذا؟ لانكم مش مالين يديكم من الداخل. انت لازم تملي يديك من الداخل، لازم تتحالف مع ابناء وطنك وتشوف طموحاتهم واحلامهم شنو. يا حكومة الوفاق ويا مجلس الدولة ويا مش عارف مجلس الرئاسة ويا حكومة وكذا، أنتم لابد أن تضعوا أيديكم في أيدين الشعب. أما أقصده بالشعب المسلح وغير المسلح، لابد أن تمثل طموحات الليبيين. صحيح نأخذ في الاعتبار ماذا يريد المجتمع الدولي، لكن الأولوية للداخل. يبوا وزير دفاع حط لهم وزير دفاع، يبوا وقيات رصاص جبل ويبي أسلحة، يبوا تحالفات، يبوا أموال، دعميهم يدعموك، ما حش حد يقدر يحركك. لكن لما ترخيهم في وقت العزاء او تتراخي او تبدي مثلا توزني هنا وهناك وشيء، وبعدين تبدي خايفه من مجتمع في اجتماع في جنيف ولا اجتماع في مجلس الامن ينطر المجلس الرئاسي ولا غير اتفاق الصخيرات، تبدي مثلا حائره ومش عارفه تتخبط في قراراتك وكذا. لا ايضا تركيا والدول اللي حليفه لنا، ما عادش شأن العالم نحن ندعم في حكومه الوفاق لانها الشرعيه. باهي هذه نقطه اوكي، لكنها لا يجب ان تكون النقطه الوحيده. لابد أن يكون مع هناك قضايا أخرى تخلي الدول الحليفة معنا تحلفنا، اللي هي الظلم، الاعتداء، الدماء التي سفكت، كل ما يحدث للشعب الليبي من محاولة لسرق ثرواته من خلال أوروبا، من خلال دول تانية، من خلال روسيا. يعني لابد أن هناك عوامل أخرى تدفع الدول التي تدعم حكومة الوفاق أن تدعمها، مش فقط الشرعية بس. شرعية ورقة، شرعية ورقة جابها المجتمع الدولي وقد ينتزعها المجتمع الدولي في أي لحظة. لذلك حتى الدول التي تدعم المجلس الرئاسي أو تدعم بركان الغضب عليك أن تبحث على عوامل أخرى مثل الظلم، الاعتداء، العلاقات التاريخية، شيئا ما لا أدري. كل دولة لها قنواتها لتبحث عن أسباب لدعمك لبركان الغضب أو لحكومة الوفاق أو لليبيا، لأن حقيقة هذا ارتباط هش. يعني لو حولها الاتفاقية وحول المجلس الرئاسي حتى الاتفاقية التركية الليبية ربما تهتز دوليا وقانونيا، على تركيا، على قطر، على غيرها، على أي دولة تريد أن تدعمنا، إيطاليا، أن تبحث عن أسباب غير هذا السبب الواهي، وإنه سبب مهم. هو صحيح مهم لكنه واهي جدا جدا في نفس الوقت. إذن النغمة الأخرى اللي من مقالات أقلام عالمية لمسناها، العالم كله يقول لا بد من الاستقرار في ليبيا، لا بد من الاستقرار في ليبيا، لا بد من الاستقرار في ليبيا، لأن الفوضى في ليبيا تشجع الجماعات الإرهابية للحضور إلى ليبيا وزعزعة الأمن والاستقرار فيش في دول الجوار. بالله عليكم هذه شنو هذا؟ من جدهم يعني، وعشرات المقالات على فكرة، ومن أهم الصحف أحيانا، ومن مختلف الاتجاهات والدول والتوجهات، من أمريكا، من آسيا، من روسيا، من أوروبا، من العالم العربي، من أفريقيا، من كذا، يقول الفوضى في ليبيا سيشجع المنظمات الإرهابية أنها تجي وتزعزع الدول الجوار. بالله عليكم شوفوا الصورة بالعكس، من هو الليبيين ماشيين يفشخوا يعني في تشاد وفي مالي وش اسمها الأخرى هذه جارتنا السودان، في مصر؟ العكس هو الصحيح. قوات المصرية دخلت وتحارب، الإماراتية هي اللي دخلت ليبيا، التشاديين هم اللي قاتلوا في ليبيا، السودين قاتلوا في ليبيا، سمي ما شئت، الفاغنر الروس، الفرنسيس، الدنيا كلها هي اللي خشة، مش العكس. مش الفوضى في ليبيا ستؤثر على دول الجوار، دول العالم هي اللي مأثر علينا. هم دول الجوار ودول اللي مش جوار هم اللي خشين فينا ويحاربوا. من هو بس اللي ما دزش فلوس؟ من اللي ما دزش مدرعات؟ من الأردن اللي عمرنا ما أذيناها بكلمة، لا في عهد إدريس ولا في عهد هذا، حتى في عهد معمر كانت علاقات جيدة. متى يعني؟ نعرف عنبوه كان يقابل في الإسرائيليين أثناء الحرب وقبل 67 وفي 67 ويتآمر معهم على الشعب الفلسطيني، قتل 25 ألف فلسطيني في ألول الأسود في الأردن. يعني فتحت عليه الأعلام الليبية، صرخت شن درنا لك يا أخي؟ تبيع في مدرعات، شي بدير بيهن سواء تبيع فيهن الحفتر ولا تبيعن للوفاق، ايش بدير بيهن المدرعات هذين؟ يعني بيكسر بين الذبان، بيدير بين معرض، ما انك عارفهم بتستخدم في قتل بشر ليبيين على الارض. انتم اللي جيتوا تديرونا في الدم والقتال والفوضى، مش الليبيين. كم ليبي فجر روحه في الاردن؟ كم ليبي دمر عماره في الامارات؟ كم ليبي دار مداره في مصر او في السودان او في انتم؟ وبالتالي اعلاميا ابنائنا في الاعلام والفضائيات يجب ان نركزوا على هذه النقاط الرئيسيه. العالم كله لما يتكلم ان الفوضى في ليبيا اذا لابد من الاستقرار، واذا انتشرت الفوضى فانها ستنتشر الى دول الجوار. دول الجوار هم نشرون الفوضى والقتل والدم والدمار.
برغم أننا لم نؤذي من عهد إدريس على فكرة. كانت ليبيا شبه مفلسة، 30 مليون جنيه دينار ليبي لما كان الدينار الليبي 3 دولارات، دعم في 1964 في أول مؤتمر ما يسمى مؤتمر القمة العربي. ليبيا تدفع ببشر. 1948 ليبيين استشهدوا في فلسطين. متى يا أخي؟ في مصر، في الحرب مصر وحدات من القوات المسلحة مشت بتحارب. ماذا فعلنا لهذا العالم؟ ماذا شندرنا للعالم هذا باش خش علينا كل هذا علينا من نور العقابة ويتهم فينا بكل صغيرة وكبيرة وأن نحن نسبب الفوضى بمجرد أن نحن انتفضنا على الطاغية 42 سنة يقتل فينا ويفشخ فينا ويحبس فينا ويحط فينا بكل مكان وما خلى مدار ثرواتنا متطرشة عندي اليوم في بنوككم في أفريقيا وفي العالم وفي أوروبا وفي أمريكا في كل مكان. أموالنا عندكم وأبنائنا يشنقوا ويقتلوا في بوسليم وفي الشوارع وفي الجامعات وسمي ما شئت وانت تتفرج علينا 42 سنة. ثم جاء الثور 17 فبراير وفرحنا وبننتقلوا إلى مرحلة جديدة وبنديروا دولة مدنية كيفنا كيف عباد الله. ما خليتوناش، كلكم تدخلتوا، كلكم تقتلوا، كلكم تدعوا، كلكم تكذبوا، كلكم تقولوا الاستقرار والأمن والأمان. أوه ماي جاد داعش جت ليبيا، أوه ماي جاد قاعدة جت، حي الإرهابيين كثروا في ليبيا، أنتم الإرهابيين بما فيكم القاعدة وداعش وحتى أنتم. وشنو انتم توزعوا في ثروات الدعم في واحد بالمدرعات والدبابات والطيارات بصرف النظر من هو هذا الواحد ليقتل الليبيون بعضهم البعض. وبعدين تلوموا فينا احنا ان نحن نزعزع الاستقرار في مناطق الجوار. المجتمع الدولي لابد ان يتغير، قضايا ومعادلات ما بعد الحرب العالميه الثانيه لابد ان تتغير، لابد ان تغير استعباد الشعوب. كيف أوروبا ما زال في عقلها أن أنا أولى بليبيا إيطاليا، أنا كنت مستعمرتها وبيناتنا، شني أولى بليبيا؟ شني أنت ورثها هذه؟ وفرنسا تقول والله لي الجنوب الليبي ومش عارف تونس الشوري والجزائر الشوري خلاص أطلعوا من إن أردتم موطئ قدم، إن أردتم علاقات بين الشعوب أخرجوا من هذه القضية. فكرة أن نحن مستعمراتكم القديمة اللي عند يوم القيامة مستعبدين بها شعوب المنطقة بأكملها. وأيضا روسيا إذا كانت تطلع من فكر الاتحاد السوفيتي والسيطرة وتحطي لي ديكتاتور تحكمي به ليبيا وتبيعي لي سلاح، أطلعي إن كنت تريد علاقات صحيحة حقيقية بين الشعوب وعقود اقتصادية وأموال وتبادل تجاري، كيف أطلعي؟ أطلعي من هالفكرة هذه، أطلعي وادخلوا جميعكم بالأمن والسلام. هذه بعض الخطابات حقيقة السياسية التي أثرت فينا في العالم وأثرت في قضايانا. ينظروا إلينا الشعوب مستعمرة قديمة. أول مقال اليوم استمرار السياسة بوسائل أخرى، المقاولون العسكريون الروس في الحرب. حقيقة جيمس تاون فاونديشن نشرت مقال ممتاز جدا، تتبعت حتى التيروريزم مانيتور لمراقبة أو متابعة الإرهاب تحت هذا المقطع سكشن، هي عندها سكشن مقاطع حطتها تحت هذا المقطع الإرهاب. يعني بصراحة الفاغنر لابد أن تصنف كمنظمة إرهابية بأعمالها في أوكرانيا مرة تانية، أعمالها في سوريا، أعمالها في ليبيا. بني آدمين مشون يقتلوا في عباد الله، شنو تبي تسميهم يعني مش إرهابيين؟ إذن هذا المقال نشر جيمس تاون فاونديشن، مؤسسة جيمس تاون تأسست في 1984 هذه المؤسسة وكانت تتبع الهاربين السوفيتي المضطهدين، تبع فيهم في قضاياهم في أخبارهم. المقال بعنوان continuation استمرارية continuation of policy by other means Russian private military contractors in the Libyan civil war استراتيجية السياسة بوسائل أخرى المقاولون العسكريون الروس في الحرب الأهلية الليبية. هذا عنوان المقال. يقول منذ ألف حقيقة تتبع قصة الفاغنر في ليبيا إلى يومنا هذا، يقول منذ 2011 وموسكو تحاول أن تحتفظ برؤية متوازنة نفعية، رؤية نفعية براغماتيزم في ليبيا، رؤية نفعية متوازنة في ليبيا. اعتبرت هذه الرؤية بعض المحافظين الروس قالوا هذه انهزامية أصلا، المفروض نحن نستولوا على كل صغيرة وكبيرة وأن نوضح موقفنا، لكنهم احتجوا على هذا الأمر المهم. يقول المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروس أن روسيا هدفها في ليبيا أن تحتفظ بعلاقات بناءة مع جميع الجهات. ولفترة طويلة من الزمن كانت روسيا هي اللاعب الرئيسي الوحيد القادر على الحفاظ على علاقات مع 3 أطراف، حكومة الوفاق والسيف الإسلام وحفتر. في فترة من فترات روسيا كانت قادرة لها علاقات جيدة مع
الأطراف الثلاثة برغم تناقضهم وتنافسهم على ليبيا. وفي فترة ما بين 2018 و2019 وبالتحديد في أوائل 2019 يبدو أن روسيا اختارت خليفة على سيف، يعني هذه في 2018 و2019 كرهان رئيسي، الرهان الرئيسي أصبح حفتر. فحفتر لماذا؟ لماذا؟ لأن حفتر وعد موسكو بحسب جيمس تاون فاونديشن، وعد موسكو بتقديم تنازلات ضخمة في قطاعات النفط والنقل والبناء والدفاع، يعني كان خليتوني رئيس خذوا الداعي والمدي واللي تبوه، كل ذلك مقابل شنو؟ الدعم العسكري، كل ذلك مقابل حسب المقال الدعم. وهذا الأسلوب تم تجربته في سوريا، هذا الأسلوب بتاع روسيا جربته في سوريا ويبدو أنه نجح بالنسبة لها. وفي نوفمبر 2018 شهد بريغوزين هذا المسؤول على الفاغنر، متعاقد عسكري، وهو متعاقد عسكري، شهد مع وزير الخارجية الروسي وخليفة حفتر في اجتماع. في ذلك الاجتماع كانوا يناقشون حسب مصدر روسي مسؤول كبير إرسال عدد هائل من المرتزقة الروس إلى ليبيا، وأن القرار ربما اتخذ في ذلك الاجتماع، قرار الموافقة على إرسال تلك القوات مقابل ما وعد حفتر به الروس. وكما تواتر باللغة الروسية والعربية والمصادر الغربية فإن المرتزقة الروس كان لهم دور في عملية ما تسمى بطوفان الكرامة، الهجوم 4-4 على طرابلس كان الروس لهم فيه دور، طوفان الكرامة هكذا سموها طوفان الكرامة. وجاهم بعد طوفان الكرامة جاهم تسونامي البركان وشالهم وصرفقهم مكفوف إلى يومنا هذا، ما صارش منا الطوفان والتي جرت في أبريل. إذن الروس كان لهم دور في ذلك الوقت، وبناء على تجارب موسكو في مناطق أخرى في أفريقيا فلم يكن استخدام أصلا استخدام، يقول هذا التقرير، يقول هذا التقرير، هذه الدراسة من جيمس تاون تقول أن استخدام روسيا للمرتزقة لم يكن مفاجئا وغير مستغرب على الإطلاق. وجود المرتزقة الروس في ليبيا ظاهرة غير جديدة على الإطلاق. في أواخر 1980 يقول المقال عاد بنا إلى الروس وليبيا، في أواخر 1980 تم توظيف مستشارين عسكريين في العهد القذافي، مستشارين عسكريين سوفيت وتم نشرهم في البلاد. هو في الواقع التقرير يقول 1980 لكن هي قبل 1980 من السبعينات، من بداية السبعينات. وأول صفقة سلاح بين ليبيا وروسيا كانت 12 مليار دينار تقريبا أو دولار، أول صفقة سلاح بين النظام السابق وروسيا، وكانوا بمثابة مرتزقة. هؤلاء الروس اللي جوا في أوائل السبعين أو فريق كانوا مرتزقة وشاركوا في الحرب الليبية المصرية في 76 وشاركوا في حرب تشاد أيضا. هذا التقرير مهم جدا ومفصل بإذن الله سنغطيه جميعا. الأخ المخرج الكريم أشار إلي بشبه انتهاء وقت الحلقة، لكنه تقرير يتتبع دخول الروس ليبيا إلى يومنا هذا بما فيهم بالطبع الفاغنر وما قبل الفاغنر. إذن هناك نشاطات كثيرة قبل الفاغنر، أيضا هناك منظمة اسمها RSB لها علاقة بوزارة الدفاع والمخابرات الروسية كان لها أيضا يد في هذا الأمر. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى هذا التقرير الهام في حلقتنا القادمة. قبل ذلك أريد أن أتحدث عن سلامة، يقول أن هناك تقدم في ثواني بإذن الله، سلامة في أحد المقالات يقول أنك تقدم في لجنة 5-5 وقد اتفقنا على أشياء عديدة وما زال الاختلاف في نقطتين أو ثلاثة. هذا ما يسمى يا أما جبن يا أما نفاق يا أما الرجل فعلا متواطئ وعلينا إزالته من هذا الوطن، لأن هذا الكلام يقال لأطفال أو يقال لناس سذج أو مجانين أو يقال لأناس لا يقال لأناس وطنيين يدركون قضايا وطنهم. جميع أنحاء العالم، جميع المنظمات والدول والرؤساء واللجان 5-5-13 باليرمو روما سمي برلين مجلس الأمن منظمة الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي الجميع والجامعة العربية يتحدثون عن ليبيا وواقع ليبيا في عالم آخر، واقع ليبيا في العالم. نغطي هذا في تقارير بإذن الله في حلقتنا السابقة، حتى في حلقتنا القادمة آسف. حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.